الحادي عشر والنصف في توقيت السعودية كرة ينطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الملك، أمير الرياض يتوج غدا بطل أغلى الكؤوس. الأمير فيصل بن بندر يتوج بطل كأس الوفاء. ختام كأس الملك، الهلال والنصر وجها لوجه في درة الملاعب. في الدوري الأغلى الشباب يتصدر والاتحاد ينتصر. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوف كورة لهالمساء. ابدأ بالعزيز أبو تركي ماجد سويدي. يا هلا وسهلا. أي خلاص خليتك كذا ممتاز. هلا والله أبو شتيد، يعني قلوبنا معك إن شاء الله، وفي تقديم بكرة إن شاء الله استديو تحليلي يليق أولا في المناسبة الكبيرة والمناسبة الأكبر والعرس الكروي الكبير اللي هو يعني كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أبو فهد الله يطول بعمره، وأيضا يليق باسمك أنت ك يعني مذيع، يعني تدرجت وقدمت الكثير من المناسبات وقدمت يعني مناسبات على أعلى مستوى، وطبعا من ضمنها وأهمها على مستوى المناسبة اللي بكرة والأساطير اللي حيكونون معك. اسمح لي أكشف أسمائهم ولا ما أقدر نقول لك؟ لا يا أبو تركي. طيب، محمد نور ومحمد دعيع، واحد من اثنين من أهم أساطير كرة القدم السعودية، وإن شاء الله في تقديم استديو تحليلي يليق، وإن شاء الله التوفيق أيضا لوجود في تقديم حلقة السبت. هي غير معتادة بس صعب عليك أنك هنا وهناك. موفق إن شاء الله. صحيح، وكمان أول شيء أنا ممتن لك أبو تركي، وما ننسى نذكر بأنه حيكون معنا إن شاء الله في الوصف والتعليق للنقل الخاص بروتانا خليجية عيسى الحربين. شكرا أبو تركي. ذاكر كويس شفت. ما يحتاج. يا حبيبي العزيز أبو نايف، هلا وسهلا بن سويد. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي العزيز ماجد والعزيز مناف. مناف أبو شقير من جدة، هلا وسهلا. هلا يا كابتن. هلا حبيبي. يا حبيبي انت الكابتن. هلا ابو شديد، كيف حالك؟ الله يسعدك. هلا وسهلا. امسي عليك ومسي على ابو تركي وحبيبنا ابو نايف، وان شاء الله زي ما اقول دائما لابو جود حلقه مميزه. والكلام اللي قاله حقيقه ابو تركي يعني شيء من القليل عنك يا حبيبي. الله يرفع قدرك ويطول عمرك ويسلمك. شكرا لك وشكرا لابو تركي وابو نايف. احنا لنا يومين ثلاث ايام. اول شيء الله يعطيكم العافيه، فريق الاعداد شغالين على قدم وساق بأنه يضعوا هذا النهائي الكبير والكبير باسمه، وهو كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويجمع قطبي العاصمة والفريقين الكبار اللي يجمع النصر بالهلال. نهائي مرتقب على المستوى العربي، ما هو فقط على مستوى المملكة العربية السعودية. جلسين نحاول قد ما نقدر كل طاقم روتانا خليجية، لا نكتفي فقط في برنامج كورة، شغالين بأنهم يسعون مثل ما عودتنا روتانا خليجية دائما تكون في قلب الحدث ومع الحدث، وأنه إحنا إن شاء الله ننجح في لقاء استحسان كل من يتابع روتانا خليجية. بادين من أمس مع تركي في وجود طبعا في كورة، زائد التغطيات اللي إحنا بدينا فيها من يومين حول النهائي ومكملين بكرة مثل ما تحدث أبو تركي، حيكون عندنا تغطية خاصة إن شاء الله واستوديو خاص، استوديو تحليلي للمواجهة حينطلق الساعة 7، حيكون فيه أسماء اثنين من أهم نجوم كرة القدم السعودية واللي مروا في تاريخ كرة القدم السعودية. حيكون معنا معلق مميز عيسى الحربين في الوصف والتعليق، وحنكون مستمرين حتى 11:30 ينطلق برنامج كورة اللي حيقود دفته أخوي وصديقي تركي العجمة. إن شاء الله يا رب أنه إحنا نتوفق ونرضيكم يا رب العالمين. ما في شيء يعلو في هالكم يوم عن حديث الديربي الكبير اللي يجمع النصر بالهلال، مواجهة مرتقبة على جميع الأصعدة. يا رب أنه الفريقين يعوضونا عن الظهور الفني ظهروا فيه في مواجهة الدوري قبل 5 أيام، ونشوف مباراة تليق بالقيمة الفنية للفريقين. نفتح الملف عشان نسمع كلام ماجد وعبد العزيز ومناف بهالتقديمة. نتابع.
اسم يطلق على وحيد القرن. ايوه سيد قشطة. اجاوب؟ لا لا ما ينفع الان صار. ايوه قشطة. شايف الرياضة محمد ما شاء الله بالضبط، لانه بيحاول يستغل الاوت على راس النجر بالضبط وبيخش مرة ثانية محمد والنصر كان يعني يمكن يميل الحفاظ على التعادل يعني. المباراة كانت حلوة لكن النصر كان حلو بعد. شاب أثنع أبو دارك بعد الأربعة المفروض تصك على عمرك في البيت ما تطلع. فحل الله يا أبو عبد الله دام عايش هو اللي ببرد حرتي ما يفشغل إلا هو يا شيخ. أذكوه يا أبو عبد الله أذكوه. أيها الأخوة المشاهدون أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. إن اعتقدت بأن العلاقة في حب النصر والهلال هو رياضي فقط فأنت مخطئ، فتشجيعهما أصبح اجتماعيا بل ربما هو من عاداتنا السعودية. يا هلالين هلا هلا فيكم يا هلالين شرفت ناديكم أحبك يا نصر والله أحبك في وسط القلب يا صراح حبك. وإن اعتقدت بأنك ذاك المتنبئ بنتيجة أي لقاء بينهما فأنت لم تعايش تاريخا معاصر. هم لا يتشابهون في كل شيء خارج الملعب، هم يتفقون على كل شيء هو داخل الملعب. فهؤلاء يؤمنون بالطوفان حينما يكتمل عنفوانه بدرا، وهؤلاء يتنفسون العواصف في عين الشمس والرمال. الاثنين أصل لا بد منه. إن المناسبة غالية، ويكفي أنها تحمل اسم الملك سلمان الذي قد قال يوما لنا ليعلمنا دروس الرياضة بأصولها. أم الوقائع، يوم 28 من نوفمبر الصافرة انطلقت. هذا سيسجل باسم العادة، وهذا الحمد الذي تتلقاه كل الشباك. وأما هؤلاء خلف الشاشات سيكونون مدربين ومهاجمين وحراس وعشاق. الحب عن بعد مؤلم للسعيد وشقي للخاسر. الهلال يراهن على آخر مواجهاته بالكعب العالي، والنصر يراهن على الروح التي طال سباتها. ولكن هذا ديدن الكؤوس، أرجوكم اركنوا فلسفة التمني واستمتعوا بطوفان وعاصفة. الروي في عين النصرويين أمل، ورزفان في قلب الهلاليين أوركسترا. الرياض تصبحين على ذهب. خالد السويدة كورة. شكرا لي العزيز خالد سويد اللي كان خلف التقرير. عجبك بحكي على التقرير القبل؟ خليني أقول يا هلاليين هلا هلا فيكم وأحبك يا نصر والله أحبك. تقرير فعلا
يعني سوى في خالد مزج ما بين الماضي القديم جدا وما بين الحاضر الجميلة. أوكي، حنا ترى فعلا في الوسط الرياضي محظوظين بأننا خلال 5 أيام نعيش ديربي بين الهلال والنصر. زمان لما كنت أتحدث مع الرمز الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه، أو الرمز الهلالي أيضا الأمير بدر محمد الله يشفيه ويعافيه ويجمع له ما بين الأجر والعافية وقومه بالعافية وخليه لعياله، هذول الاثنين بالذات كرموز في المعسكر الأزرق وفي المعسكر الأصفر، لما تتحدث معهم عن الديربي، قيمة الديربي وأهمية الديربي له كرئيس يجلس على الكرسي، تشعر يا تركي بأنه فعلا الديربي مهم في كل أحواله، حتى لو تبي تلعب على مباراة بينهم مباراة ودية، فما بالك أن يكون هذا الديربي على قيمة وفخامة كأس يحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين. أنا كنت أقول لأبو نايف وإحنا في المكتب قبل شوي قراءة، ما عندي معلومة، أنه أنا أتوقع أنه رزفان من خلال محاضرة الفيديو اللي سبقت الديربي السابق على استاد الملك فهد على أرض الهلال، أنا متأكد أن رسالته للاعبين العبوا بأقل مجهود، لأننا نعرف أن الهلال بدنيا أجهز من النصر، العبوا بأقل مجهود لأنكم بعد 5 أيام راح تواجهون النصر نفس هذا الفريق على في مباراة لا تقبل القسمة على 2، لا تقبل أنصاف الحلول، يا أنك ترفع الكاس أنت يا سالم ورفقائك، يا أنك مع بوجود راعي المباراة أمير الرياض ما تقدر تحط يدك على الكاس، فالعبوا بأقل مجهود. أوكي، إن كسبتوا هذا اللي نبغاه، وإن خسرتوا فعندنا فرصة للتعويض في الدوري، لكن في مباراة السبت اللي هي بكرة لا مجال للتعويض. أنا بالنسبة لي أقول من حق النصراويين أن يختاروا أي سياسة يرونها مناسبة تسبق هذا الديربي، لكن في تقديري بأنه داخل المعسكر النصراوي كان في مبالغة في التكتم على الأسرار داخل النادي، وبالتالي يا أبو شديد هذا يشد اللاعبين أكثر. ترى في النهاية أنا وأنت بشر واللاعب بشر، أنت لما حتى في حسابات النادي في السوشيال ميديا سواء في تويتر في سلاب تغيب لاعبينك تماما حتى صورهم، فقط مجرد تحط أخبار يعني بوستر خبر وبس، أنت هنا جعلت اللاعب يعيش مرحلة ضغط أكبر. ويمكن منافو بشقير من اللاعبين اللي عاش يعني حياة الديربي في الاتحاد مع الأهلي وعاش مع المنتخب ويعرف كيف تجهز أنا ما أبغى عشان لا تحسب مجديد أنه أنا قاعد مثلا أنتقد النصر قبل مباراة مهمة أو كذا، لا، أنا أقول أنه ربما يكون هذه السياسة صح، الله أعلم، نختلف تماما، زي ما واحد يقول لك اللي سواه مرابط أنه قال خلونا نروح نجتمع في الغرفة صح، والناس اللي يقولون حمد الله اللي قال لا خلونا في الدائرة هنا نوجه رسالة للإعلام والجمهور، حمد الله صح. أنا بالنسبة لي لو تسألني عن رأيي، أنا مع رأي مرابط، أنا مع رأي مرابط، الكواليس النادي ومشاكل النادي وتعزيز الثقة وأننا إحنا قادرين، هذه تعالجها داخل الغرف، ممكن أحيانا بتوجه رسالة، هذا فريق يجيك يقول لك أنا مع هذا. إجمالا أنا أتوقع أنه مباراة حتكون أفضل مثل ما أنت تمنيت وطلبت، حتكون أفضل فنيا من المباراة الماضية، متأكد أن حتى رزفان، حتى رزفان، لأنه أنا في تقديري لو رزفان عفوا فيتوريا، ما أدري وش فيني أحط فيتوريا مكان رزفان، لو فيتوريا كان في ذيك المباراة همه أنه يجيب النقاط وما فكر في النهاية، صدقني صدقني حيبدأ بحمد الله، لكن حب يجهز حمد الله في شوط حتى يكون بكرة أساسيا. إجمالا أنا حسب مصادري في الفريقين، أبو نايف حسب مصادري في الفريقين، طب متكتم النصر شلون دريت؟ مصادر احنا ودنا نعرف المعلومة الحين، ما أعرف أحد أنا 30 سنة يا أبو يعني نايف ما تكتم يعني 30 سنة في الإعلام، ما تتوقع أني ما أقدر أجيب معلومة، الله يهديك. بس طيب خلينا نشوف ايش المعلومة. المعلومة أنه عبد الله المعيوف وسالم الدوسري دخلوا المعسكر، يكونون في القائمة الأساسية يكونون في الاحتياط الله أعلم، بس دخلوا المعسكر 100%. طيب فيتوريا
ميال إلى أن يضع حمد الله 100% أساسي، ميال إلى أن يضع مرابط في دكة البدلاء، ويمكن أيمن يحيى هو اللي يبدأ في أساسي. وفي الختام خلني أقول لك، شفت خالد لما طلع التقرير هذاك برنامج حروف ترى قد شاركت فيه، بس تدري وش المصيبة؟ ما جاوبت ولا إجابة صح، كلها غلط بنايف. انقلها بالتلفزيون، سجله وطلعت بالتلفزيون ما شفنا، قالوا أخواني فشلتنا الله يهديك. طيب أبو نايف، نتكلم عن التقرير. طبعا التقرير جدا رائع والله يعطيهم العافية، وأنك تجمع الأحداث هذه في بالمزج هذا ترى أنا أتوقع مو سهل أبدا، وطريقة التسلسل وطريقة الحديث والحديث اللي موجودة فيها، أغنية هنا وأغنية هنا وهدف هنا وهدف هنا، بصراحة يعني استرجعتك بالذاكرة والأحداث. وأنا متأكد اللي جالس يتفرج على التقرير كل مباراة له ذكرى فيها، يتذكر وين كان فيه، من كان موجود معه، وصار فيها في 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 هذه الثواني هذه اللي مرت. وفي حقيقة مباريات النصر والهلال عرس للرياضيين كاملا، قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة، فكيف إنها بتصير نهائي يعني وعلى نهائي كبير جدا. وزي ما قال ماجد ما شاء الله ما خلى شيء، فعلا مباريات الدوري ممكن تعوض، بس زي المباريات هذه لا، مباراة خلاص ما بعدها انتهى، خلاص تاخذ بطولة وتمشي. لذلك يجب أن جهودك كلها وتركيزك تصير على المباراة هذه. ونتكلم عن المباراة ولا طيب خلينا احنا حنفصل كمان، بروح معك انت كمان الاشياء الفنيه، بس خليني كمان اخذ، لان ما احب اخلط مع بعض يعني ممتاز. الناس اللي عندهم القدره يخلطون كل شيء. وش تقصد؟ تعال طيب خلينا نروح الملف وارجع لك. لا قبل برجع لك، بعطيك اياها، بعطيك مجال ترد. ابيك تكون محامي حقي انت دائما على الاقل. ابشر حبيب قلبي والله. برجع لك والله. خلينا نروح الملف نفسي، ما لك علاقه. مناف المباراه، تقديمه المباراه، عرس كروي كبير، رعايه كريمه. والله يا أبو شديد أنت تتكلم كأس أغلى الكؤوس، يعني كأس الملك سلمان، يعني الكل. أنا أتكلم كلاعب، يعني لما تيجي أول شيء بتكلم على التقرير، حقيقة دائما تمتاز حقيقة، يعني برنامج كورة بتقارير مميزة. تكلمنا قبل كده عن كلاسيكيات، كيف حقيقة الأشياء اللي بتتقدم في كلاسيكيات، التقرير كان جميل، ويعني يعني خلط الحاضر بالماضي. أتكلم عن كلمة تكلم فيها ماجد اللي هو الضغط، اللي كيف يعني ما تخلي اللاعبين تحت الضغط. وقال ممكن مناف يعني بحكم انه لعب مباريات زي كده يشعر بالكلام ده، او ممكن يفسر لنا الكلام ده. اتفق معاه تماما، دائما المباريات الكبيره، مو بس مباريات الكؤوس، مباريات الكبيره، وخاصه لما تكون مباراه مثلا زي مباراه كاس، يعني ما فيها مجال للتعويض، من الصعب جدا انك تخلي اللاعب تحت ضغط. بالعكس انا كاداره وانا كلاعب تمام، لا لابد ان يخرج اللاعبين من الضغط الكبير، وما يكون عندهم تركيز جدا عالي، بحيث انه التركيز ده لا يكون سلبي داخل الملعب واثر فيهم، بخاصه بالعوامل الخارجيه اللي هي موجوده في السوشيال ميديا في الوقت الحالي. كثيرين يتكلموا انه مرابط خارج التشكيله، مرابط ما حيلعب، مرابط خارج المعسكر النصراوي. احنا كلاعبين، انا اتكلم فتره عشتها في نادي الاتحاد، ممكن اليوم انا صار مشكله بيني وبين اي لاعب داخل التمارين او في الملعب، لكن لما تيجي وقت المباراه كل شيء هذا يكون في الخلف، وما نشوف هذه الاشياء كلها. عندنا حدث مهم، احنا ننهي الحدث ده بنتيجه مرضيه ترضينا، بعد كده الكل حادث حديث. زي ما تفضلت يا ابو شديد، باذن الله باذن الله يعني يكون نهائي يعني يليق بسمعه الفريقين وامكانيات الفريقين، اللي حقيقه عندهم امكانيات من اعلى الامكانيات، ويكون نوعا ما عكس يعني الصوره اللي ظهروا فيها في المباراه الاخيره. طيب مناف، ما قلت لي وش الافضل بالنسبه لكم انتم كلاعبين، او وش الافضل للاعبين اليوم، اغلاق التمارين ومحاوله اغلاق كل الممرات اللي تاخذك للفريق وكتيبه الفريق ومعسكر الفريق، ولا انه لا خليها عادي، خليهم يقابلون الجمهور ووضع طبيعي، اللهم قبلها بساعات نقفل كل شيء، وش الافضل كان، ولا على حسب فريق يمشي معها الحال وفريق يمشي مع الحال الثاني؟ شوف انت لو تبي تتكلم عن نفسي والفتره اللي احنا عشنا فيها، انت لما تعيشني 3-4 ايام تبعدني عن الكل، انت كده تعيشني نوعا ما ضغط وتديني اهميه المباراه. انا ماني محتاج انك انت تديني اهميه المباراه، لاني اصلا انا عارف ايش اهميه المباراه، انا كلاعب محترف عارف قيمه المباراه. لكن انت لما بتسوي الاشياء دي
بالعكس يعني بتحطني تحت ضغط اعلى، وهي تختلف طبعا من فريق لفريق، من رؤيه شخص لشخص، كل واحد له رؤيه معينه. لكن اتكلم احنا ايش كنا نعيش. بالعكس انا لما اشوف الجمهور واني اتكلم مع الجمهور، ممكن حاجه انا ما كنت ملتفت لها ممكن احد يعني ينبهنا عليها. يعني ما نحاول انه نصعب الامور اكثر من اللازم. صح احنا عارفين المباراه مهمه، خرجونا حتى لو ما بقفل التمرين ولا شيء، احاول اخرج الفريق ل مثلا ليوم، مثلا ما بقول يوم ترفيهي، لكن يوم يكون الكل مجتمع، سواء اللي داخل المعسكر او اللي غير داخل المعسكر. يعني الكل تشعر انه هو مترابط في مباراه مهمه، لكن ما احطه تحت ضغط عالي ينعكس سلبي داخل المباراه. ممتاز، قول يا ابو تركي. امزح ابو نايف يمون، لكن شوف الان بقول، شوف ملف بوشقير حي موجود، والرمز الاتحادي الكبير منصور البلوي حي موجود، و يمكن عاش الاتحاد معه أفضل عامين في 2004 و2005، ويكفي أن نقول أنه بطل لدوري أبطال آسيا، انسى البطولات المحلية، بطل لدوري أبطال آسيا 2004 و2005 وهو الفريق المونديالي. على سبيل المثال أنا كنت قريب جدا من أبو ثامر، يمكن لا أبالغ إذا قلت أنا الإعلامي رقم واحد، رغم أني يعني ما مو معروف أنه ميولي الاتحادي ولا معروف ميولي لأي نادي، لكن كان يعني مثلا يوم جو يروحون وهم مهزومين من الفريق الكوري 3 في جدة، ها الناس قالت خلاص باي باي انتهت السالفة. سوى لهم عشاء في بيت البحر وبلوت وضحك وسعة صدر، ونفس الشيء ينطبق على كثير من المعسكرات. يعني طلع اللاعب من إطار أنك تعيشه ضغط نفسي. إبراهيم غالب قبل شوي أنا مواجهه أوكي، يقول لي في مثل هذه المباريات ترى اللاعب هو يجهز نفسه من قبل أسبوع، واللاعب الحقيقي من قبل أسبوعه تلاقيه هو من نفسه مسوي فوكس وعارف وش المطلوب منه، إيش يأكل، كيف ينام، متى يقوم، وش يتدرب، عارف اللاعب. لذلك أنا أقصد فقط، وبعدين أنت أوريدي إحنا في جائحة كورونا ما حد حيجيك في النادي يحضر التمرين، كان ممكن تسوي هذا الإطار كله بدون ما تعلن عنه، وبالتالي أنت هنا ما شديت لعيبتك. وبعدين أنا ما أتوقع أنه عملية أنه صور فوتوغرافية في حساب النادي لها تأثير سلبي على اللاعب، ولا لا أبو نايف؟ والله أنا 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 شوف أنا بالنسبة لي أعتقد أنها مية بقضية وجهة نظر الخاصة اللي قاعدين نتكلم عنها، لأنك كنت مثلا هم يسمون الانسحاب النفسي، يعني في مباريات أصلا هي مشدودة من نفسها، فأنت تبغى تخفض من مستوى التوتر للاعب. اللي خفض مستوى التوتر مي بصور في وسط الحساب، لا، اللي خفضها زي المناسبة اللي صارت، في مناسبة صارت بين اللاعبين هذا عند البيت عند الحلافي كويس أنا ما أدري، بس هذه اللي تطلع اللاعب من الجو، يعني التوتر عالي عنده فتخفضها بالأشياء، زي مثلا ما قال أبو منصور لما قال حتى في المعسكرات إنك في البطولة المجمعة تخليه يروح لما السوق، وتخليه يروح لما أماكن ترفيهية، يطلع عن الجو هذا، فهذه من ضمنها اللي قلت عليها. المعسكر المغلق أنا أتوقع أنها مثلا من الأشياء اللي تزيد التركيز، في بعض اللاعبين أنا ممكن أبغى أسيطر عليها، وقت النوم، وقت الأكل، طريقة الأكل، فتنجح. الآن أنا بالنسبة لي ربط الماضي بالفترة الحالية يعني فيها ظلم للجيل هذا وفيها ظلم للجيل الآخر، ولا ممكن الآن في وسائل التواصل الآن ماجد يطلعونك من وين، صحيح، ولا ممكن إدارة النصر اليوم رأت عشان بس لأنه بالخير هي قرارها هي كده هي أدرى بعملها بفريقها، ولكن قد أنها ترى أن هم بحاجة لتركيز أعلى بطلب من المدرب. حتى أنا أتوقع حتى الهلال يعني زي المباريات هذه مباراة ما تجي في الموسم مرة واحدة، أتوقع حتى الهلال صحيح برضو يعني بالخبره اللي عنده الاداريه واللاعبين الموجودين، وانا اتوقع اللاعبين الموجودين سبعه لجانب هذولي يعني خلينا نقول متعودين على الاجواء هذه كثير، بس ممكن التركيز للنصر كمعسكر، انت عارف المشاكل اللي البدنيه اللي عنده، المشاكل الكورونا اللي عنده، التركيز اللي يحتاجونه، حتى يوم تكلمت انت في الاجتماع انا اتوقع اقراها انها رساله للجمهور فقط، يعني رساله للجمهور هذه واضحه جدا بعد المباراه، شوفونا احنا متكاتفين واحنا نتحمل هزيمه وراح نصير على يد واحده وراح نواصل، بعد كذا ندخل في غرفه ملابس وكل واحد يطلع لفخاطره. فهذه كانت بدايه اصلا طيب. من الكابتن، وجميل جدا برضو من رابط انه رجع برضو للمجموعه ما شد عنها. طيب اكيد احنا كل موادنا على الديربي جاهزه،
موزعينها عشان ناخذ الوقت كامل ومقاطع الشباب كمان. بس نروح لفاصل قصير وبعدها حناخذ النصر في حده وحناخذ الهلال في حده، حنحكي عن الفريقين فنيا قبل نهائي الغد. فاصل قصير. نيابة عن الملك، أمير الرياض يتوج غدا بطل أغلى الكؤوس. الأمير فيصل بن بندر يتوج بطل كأس الوفاء. ختام كأس الملك، الهلال والنصر وجها لوجه في درة الملاعب. في الدوري الأغلى الشباب يتصدر والاتحاد ينتصر. حياكم الله من جديد ماجد تواجد عبد العزيز السويد مناف ابو شكير هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الحلقه، مستمرين في تغطيتنا المباشره والخاصه لنهائي الكبير اللي يجمع النصر بالهلال، نهائي كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. بكره المباراه راح تنطلق ان شاء الله الساعه 8 الا ربع بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. قراءه فنيه للفريقين قبل المواجهه المرتقبه. نزال مرتقب، إثارة منتظرة، مستوى فني عالي، نهائي مختلف سيجمع الغريمين اللدودين الهلال والنصر. ليلة ستكون حافلة بالتنافس القوي والعمل الفني الكبير داخل المستطيل الأخضر، لما لدى الفريقين من عناصر مميزة ومدربين يتسلحان بالخبرة العريضة والصبغة الفنية المميزة. في المعسكر الأزرق ينتهج الروماني رزفان طريقة اللعب 4-2-3-1، ويعتمد في أسلوبه على الضغط في منتصف الملعب على الخصم والهجوم من الأطراف والتوغل من العمق. بوجود أهم مفاتيح اللعب الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني صاحبي الأدوار المزدوجة الهجومية والدفاعية، ويعول الروماني في تنويع اللعب وربط خطوط الفريق الثنائي الكولومبي كويلار وسلمان الفرج مع التزامهما في الحفاظ على توازن المجموعة في حالة الهجوم المعاكس. ويمتلك الهلال عدد من أصحاب الحلول الفردية والسرعة والمهارة، الرباعي سالم الدوسري وجوفينكو والبيروفي كاريلو بجانب الأرجنتيني فيتو، والذين يجيدون خلق المساحات والتوغل في مناطق الخصم وإرباك الدفاعات. وفي خط المقدمة يعول الهلال على الهداف الأخطر الفرنسي غوميز، والذي يمتاز بالتمركز داخل المنطقة واقتناص الكرات وترجمتها داخل الشباك. في الطرف المقابل يفضل البرتغالي فيتوريا طريقة اللعب 4-3-3 بالضغط على الخصم في مناطقه والاعتماد على الأطراف في حالة الهجوم، مع العمل على امتلاك منتصف الملعب وفرض أسلوبه على المنافس. ويعتبر ظهيري الفريق الأصفر مصدر الهجمات بوجود سلطان الغنام والكوري كيم، اللذان يشكلان خطرا كبيرا في أدوارهما الهجومية بإمداد زملائهم بالكرات العرضية مع التقيد بالعودة للدفاع في الهجوم المعاكس. وفي خط المنتصف ينشط صاحبا القراءة المميزة والمجهود الوافر البرازيلي بيتروس وعبد المجيد الصليهم منطلق الهجمات وتبادل الأدوار في مناطق الخصم، ووقوفهم سدا منيعا في وجه الهجمات المضادة والتحكم في رتم الفريق،
ومن أمامهم مصدر القوة للفريق الأصفر الثلاثي مرابط وبيتي مارتينيز وخالد الغنام أصحاب النزعة الهجومية والسرعة والمهارة والتي من شأنها تشكيل خطر دائم في منطقة الخصم، ما إعطاء مارتينيز حرية التنقل وصناعة اللعب. وتكمن قوة النصر في مهاجمه عبد الرزاق حمد الله الذي لا يفوت فرصة اغتنام الفرص وهز شباك المنافس، كما يمتاز بإجادته للكرات الهوائية ومراوغاته الخطيرة. طيب نبدأ فنيا نحكي عن شكل الفريقين قبل المواجهة الكبيرة، خلينا نبدأ معك أبو تركي. شوف المباراتين الماضية اللي جمعت النصر بالهلال أو الهلال بالنصر، سواء على مستوى مباراة الدوري هذا الموسم أو آخر مباراة فاز فيها الهلال في الأربعة على غريمه التقليدي، ومن يومها خلاص الهلاليين يعني ارتاحوا وحطوا رجولهم بموية باردة وقالوا الدوري أصبح مضمون للهلال. إجمالا لما نتكلم من الناحية الفنية أو البدنية، الهلال أجهز من النصر وبدون أي جدال. وارجع وأذكر بالكلام اللي قلته بداية الحلقة بأن الهلال كسب الديربي الماضي على مستوى الدوري بأقل مجهود، ولعب رزفان بالذات في الشوط الثاني بذكاء إلى أن حقق ما يريد اللي هو الثلاث نقاط. الآن بتصور أنه الهلال بكرة من الدقيقة الأولى، لذلك أنت تطالب وتتمنى أن نشاهد مباراة أعلى مستوى. أنا أذكرك من الآن وأنت بكرة جالس مع الأساطير محمد نور والدعية على طاولة أخرى في استديو تحليلي، أتمنى لكم التوفيق، راح تشوف وتشاهد رتم أعلى بكثير رغم حساسية المباراة، وإنها لها بطل واحد، واحد منهم حياخذ الكأس، الثاني حياخذ الميداليات الفضية أو الكؤوس الفضية. إجمالاً تكامل غير عادي. اللي يخشونه الهلاليين على أنفسهم أو لسان حال مشجع الهلالي يخشى أنه رزفان يرى أن المباراة أكبر من حبيب، يمكن المباراة ديك ديربي تخسرها تكسبها عندك مجال للتعويض، هذه ما عندك مجال. المباراة قد تكون أكبر من، وهو إن شاء الله يستاهل ويستحق، لكن قد تكون من الناحية الفنية والمعنوية وقيمة المباراة وإنها مباراة خروج مغلوب قد تكون أثقل من حبيب، لذلك ربما يزج بعبد الله المعيوف اللي دخل معسكر. وعبد الله بالتأكيد عاش يعني نهائيات مع الهلال مع الأهلي، عد وغلط وجاب كؤوس وجاب دوريات وجاب دوري أبطال آسيا، ويوم من الأيام كان سبب رئيسي بعد الله في مباراة السد ذيك اللي الوقت بدل الضايع لو ما صدها كان الهلال باي باي. عنده كل الإمكانيات، لكن الكلام هل هو جاهز فنيا؟ تتحدث اليوم عن خط ظهر فيه البريك والكوري والبليه وياسر، أطراف ويمكن أبو نايف أخبر مني دائما في النواحي الفنية على أعلى مستوى، قادرين على أن يحققوا الثلث الهجومي ويحققوا المستوى الدفاعي. وسط يعني قوي جدا بقيادة سلمان فرج، وجود كاريلو ووجود أكثر الأرجنتيني الجديد، وبالمناسبة قد تكون هذه المواجهة الأولى الذي يلتقي فيها مين؟ مارتينيز في النصر مع ابن جلدته اللي اسمه ابو فيتو. بيتو بيتو فيتو فيتو حسب بيتو حق فيصل بوساق فيتو. فهذه المره الاولى اللي حيلتقون على ارض الميدان، اوكي. وعندك اسد جائع، ان كان جائع ما تغدى وما افطر كان الله في عون النصراويين، وحنقول كلام اخر لما يجي الكلام عن النصر. الهلال ابو نايف، شوف طبعا الهلال انت لما تاخذه من بعد بطوله اسيا بالتأكيد أنه دخل الدوري منهك بسبب جائحة كورونا، جالس يشتغل في تدرج. حتى مباريات اللي في الدوري حتى الجولة الخامسة حتى في تكتيك رزفان، أنا ما أقول أن اللاعب ممكن أنك تقول ألعبه مثلا بأقل مجهود، لا، أنا أضع له التكتيك اللي ما يخليه أساسا يتحرك كثير، مثلا أمسك الأظهر أقول لا تطلعون كثير، لذلك أنا أثبتهم يعني مثلا بالواجبات هذه، نفس المدافعين هذا لا تطلعون 30 متر قدام، لذلك أثبتهم بالواجبات هذه. نادي الهلال واضح أساسا أنك تقيسها أنت برضو على طريقة كيفية دمج غوميز مع الفريق. في البداية كان يلعبها هو آخر نص ساعة حتى بدأ يلعبه المباراة كاملة. احنا نشوف نادي الهلال
زي ما قال ماجد فعلا نادي الهلال يعتمد على الأطراف ويعتمد على دخول سالم وكاريلو بين الظهير وبين السنتر بين المدافع بحيث أنه يعطي الفرصة للطرف أنه يلعبها. وطبعا اللي يجيدها أكثر شيء البريك بالتأكيد يجيدها أكثر شيء لأنه دقة التمريرات اللي من عنده تسبب الخطورة هذه. لذلك حتى الفريق المقابل هل نقول نادي النصر بيصير محتار هل هو بيدخل مع كاريلو يضم معه ولا بيخلي الفرج. لذلك في هذه الحالة الفريق المقابل لازم الأطراف اللي عنده يرجعون مع أظهرة الهلال. ولكن في المقابل هل الأطراف في الفريق المنافس يخلون الأظهرة اللي موجودة فيها يبقون فيها أماكنهم ولا لا؟ الهلال برضه من نقاط الضعف اللي عنده إذا تقدمت الأظهرة تصير في مساحات فاضية. هذه وظيفة اللي هو كويلار هل بيقوم فيها ولا ما يقوم فيها. احنا دائما اقول اذا كان موجود سلمان الفرج تعرف انه هو لاعب الربط داخل الملعب. اذا نزل كانه خلاص اعرف ان الهلال الان عقليته على الهجمات المرتده ما يبغى كره على الارض. جهه كاريلو وجهه البريك على اعلى مستوى في تطبيق التكتيك هي الجهه النموذجيه. استغلال المهارات الفرديه برضو لسالم الدوسري واقتحامه الجراه اللي عنده. المنطقة أخطر منطقة للهلال لما يهجم عن طريق الأطراف هي اللي بين نقطة ضربة الجزاء وخط 18. أنت تشوف أغلبك لما يدخل البريك رجعها على وراء تلاقي موجود قميص موجود فيها في المنطقة هذه وكثير تحصل الهلال وكثير يطبقها. لذلك هل مدافعين نادي النصر بيمشون مع الكورة ولا بيركزون على اللاعب؟ حتى اليوم ما رجع عبد الله ذكرها قال انت اللي بيسجل الكوره اللي جوا 18 مو باللي بيرفع. احنا نقول طبعا اكيد في المباراه هذه راح يتحكم فيها المجهود البدني. حتى تكلمت انا ماجد قلت له اذا النصر وصل 60% جاهزيه بدنيه فتاكد ان الهلال وصل 80% 90% لان الهلال سابقه بدنيا. الهلال سابقه برضه تجانس فني. انا لما اقول تجانس فني معناها اتكلم عن لعب الفريق مع بعض وثبات التشكيل. نعم أنا أقول لك لعب الفريق مع بعض هو ثبات التشكيل. ومباراة ودية أبو نايف تتكلم برضو أنت المباراة اللي راحت أنت لو شفتها تشوف مارتينيز يرجع وراء ويأخذ يطلع الكرة وراء هذا مهم من واجبات مارتينيز. معناها أن في صعوبة معناها أن المدرب الآن جالس يطالب مارتينيز بالواجبات تبع جوليانو لاعب الربط اللي كان موجود نادي النصر اللي ممكن يطلع الواجبات اللي ممكن يقوم فيها الآن الصليهم ممكن يقوم فيها بيتروس. فالهلال إذا دخل خط 18 عندك خطير جدا جدا جدا. إذا دخلت عليه ممكن يطلع فريق خلينا نقول يعني أضعف من الفريق اللي هاجمك لأنك أنت لما تتكلم على الكواليتي في الثلث الهجومي عنده على أعلى مستوى تجي وراء تلاقي اللخبطة. لذلك الهلال دائما يحاول يلعب في ملعب الفريق المنافس. أنا أشوف برضه بين الخط الدفاع الهلالي والحارس في تحدي أنه ما يجي هدف وفي إصرار. فلذلك تقام حتى بعد كل مباراة هم المجموعة هذه إنهم ما يجي فيهم هدف. على العموم في النهاية المباراة هذه بصراحة أبذكر لك قاعدة ما تبي حسرارها إلا داخل جوا المباراة لأنك أنت ما تدري دول المباراة هذه ما فيها تعويض صح. فما تدري أنت هل اللاعبين يكونون في يومهم ولا ما يكونون في يومهم. في بعض المرات ترى يا تركي ممكن منافي يذكرني فيها برضه ويذكرنا يجي الفريق انخفاض في العادة يجي انخفاض لاعب أو لاعبين مستوى فالفريق باقي الفريق يشيل الفريق. بس أنت لما تيجي فجأة 6-7 لاعبين خلاص المدرب أصلا ما يدي من يغير. لذلك أنا بالنسبة لي الآن أقول لك قراءة. في السابق أنا كنت أقول الهلال يعني يتمنى أن يسجل في أول نص ساعة وبعدين يدير المباراة. الآن الهلال مهم جدا عنده بيصير في تكتيكه على التوقع أنا أنه ما يجي فيه أول 20 دقيقة لأن المجهود البدني من صالحه. فهو يبغى يمشي المباراة حتى آخر المباراة لأن كل ما المباراة راح وقتها صار من صالحه بدنيا. فأنا أتوقع هذا الشيء بيركز فيه رزفان كثير في مقابلة نزل بيدخل على فريق ممكن أنه يبغى مستعجل يسجل هدف متحمس أنه يضغط من البداية متحمس أنه يشيل العبء النفسي عنه. لذلك المباراة هذه راح تكون في الوقت
يعني إدارة وقت بين المدربين. أرجع أنا للهلال أقول له أن ترى ما غير يا تركي إلا في دقيقة 75 غير، معناها أن جاهزية البدنية أعلى. النصر غير من دقيقة تقريبا 46 من عنده لاعب مصاب كان خالد الغنام من دقيقة 20 تقريبا زي كده. في النهاية خلينا نقول ممكن التفاصيل الصغيرة برضو تحكم في هذه المباراة هذه. احنا تكلمنا عن الهلال وراح نتكلم عن النصر المرة الجاية إن شاء الله. مناف أبو منصور الهلال. والله شوف يا أبو شديد ما شاء الله الأخوان يعني كفوا وفوا ما شاء الله قالوا يعني المفيد من إلى، لكن بتكلم على كذا نقطة تكلم فيها أبو نايف. فعلا ترى في بعض المباريات لما يكون لاعب أو لاعبين يعني ما كانوا في الفورمة زي ما يقولوا، اللاعبين الباقيين ممكن يغطوا عليهم، لكن لما يكون أكثر من لاعب أكيد حيكون في دروب كبير لمستوى الفريق. أذكر في مباراة كانت في الآسيوية مع المدرب يوردانيسكو، فزنا في المباراة، جاء بعد المباراة كنت جلسة خاصة بيني وبينه كنا نتكلم داخل الملعب، كان تمرين استشفاء، قال لي اللاعبين ما ظهروا بصورة جيدة وأكثر من 5-6 لاعبين ما كانوا كويسين، لكن أنا الصعب علي التغيير لما يكون لاعبين كثير ما هم في الفورمة. فحقيقة فعلا يعني هذه الأمور تحصل في بعض الأيام في بعض المباريات، ممكن بكرة يعني كثيرين يتأملوا من بعض اللاعبين أنه يكون هو العلامة الفارقة في المباراة، وممكن ما يكون في يوم يكون أمور كثيرة يعني ما تعطيه على المستوى اللي ممكن يقدمه في المباراة. لكن لو نجي على فنيا بالنسبة للهلال أو للفريقين، لو تبي تيجي على مستوى الأجانب أعتقد أفضل عناصر في الدوري على مستوى الأجانب في فريق الهلال والنصر. بالنسبة للاعبين المحليين في الهلال والنصر، تجي تتكلم على الهلال كأفضل أظهرة في الدوري مع احترام الباقيين حتى على مستوى المنتخب في الهلال، تجي الربط بين الفريقين سلمان الفرج، أنا بالنسبة لي أفضل لاعب ممكن في الدوري السعودي سلمان الفرج. بشكل عام الهلال في الخط الهجومي الشق الهجومي ممتاز، دائما ما يحاول يستخدم أسلوب الضغط لأنه أحيانا يكون في فراغات كبيرة في خط الدفاع. مجملا فريق الهلال من الفرق اللي دائما ما تستحوذ داخل الملعب ودائما ما تحاول تسيطر داخل الملعب، إذا لعب فيتو ولعب جوفينكو الاثنين دائما ما يكون بينهم تدار ولا مركزية عكس كاريلو اللي يكون دائما في الجانب اليمين. لكن أعتقد عودة الدوسري زي ما بنسمع يعني لو لعب حيكون ممكن فيتو في دكة المدراء ونشوف الدوسري، فدائما يكون الأطراف الدوسري وكاريلو مصدر خطورة بالنسبة بالشق الهجومي بالنسبة للفريق الهلالي. أعتقد فريق الهلال عنده إمكانيات جدا كبيرة نفسيا بعد الانتصار الأخير أمام النصر في المباراة الأخيرة، حيكون له دفعة معنوية أكبر في المباراة هذه، عودة المدرب، عودة سالم الدوسري المعيوف، أعتقد كلها حتكون عوامل يعني إيجابية بالنسبة للفريق الهلالي. وأنا كمشجع أو متابع للمباراة حقيقة أتمنى كل العناصر في فريق الهلال وفريق النصر تكون متواجدة أساس يكون نهاية حقيقة يليق باسم خادم الحرمين الشريفين. اليوم أبو منصور مع عودة سالم الدوسري اليوم صار عندك جوفينكو سالم الدوسري وفيتو وكاريو، إيش الخيار الأمثل اليوم الرزفان في النهائي؟ شوف إذا بنجي منطقيا يعني نتكلم فيتو وجوفينكو تقريبا نفس طريقة اللعب، لكن تتكلم عن كاريلو وسالم الدوسري لاعبين أطراف. فريق الهلال دائما ما يعتمد يعني دائما على طريقة الأطراف. أنا عن نفسي أتكلم كمدرب، لا ممكن يكون فيتو كلاعب بديل جوفينكو وسالم الدوسري وكاريلو هم حقيقة الثلاثة الأنسب خلف جوميز، لاعبين متفاهمين من فترة طويلة حقيقة دائما ما يعني يصنع الخطورة أمام الدفاعات الخصوم. طريقة الهلال بالتكتيك اللي يلعب فيه رزفان هم الثلاثة الأنسب اللي يكونوا دائما خلف جوميز. طيب أبو منصور حكينا عن الهلال، باقي النصر نحكي عنه فنيا، نشوف ايش الحلول اليوم لفيتوريا في هالمواجهة المهمة في هذا النهائي المرتقب والمهم جدا. نعيش مع الهلال فاصل قصير ومن ثم نعود.
حياكم الله من جديد ماجد توجد، عبد العزيز سويد، مناف ابو شكير، هم ضيوف هذه الحلقه. نرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. تغطيتنا مستمره في الحديث عن مواجهه الديربي الكبيره والنهائي الكبير المرتقب كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. حكينا قبل الفاصل عن الحاله الفنيه للهلال والقراءه الفنيه الخاصه برزفان مدرب الفريق الهلالي. نحكي عن النصر، ابدا معك ابو تركي. شوف، خليني ابدا في قصه عنوانها البرتغالي في توريا. اوكي، كيف افصل فيها؟ اتذكر له تصريح شهير قبل عده اسابيع لما قال لما كنا نشارك وننافس على دوري ابطال اسيا كنت انا احسن مدرب وكانوا هذولا احسن لعيبه وكان عبد الرحمن الحلافي والسويكت احسن اداره. طبعا انا ممكن اكون فصلت فيها اكثر، يمكن هو قال اننا قبل 20 يوم كنا احسن فريق واليوم احنا اسوأ فريق. انا اباخذها من عده زوايا. الزاويه الاولى، لا احد يستطيع ان يغطي الشمس بالمنخل. لا يمكن ان تقول بان هذه الاداره لم تصنع فريق لا يقهر، وصنعت هذا الفريق، بدات في صناعته منذ الاشهر الاخيره او الاسابيع الاخيره من الموسم الماضي، وجلبت صفقات محلية وأجنبية على أعلى وأعتى مستوى. تتحدث عن الغنام خالد، تتحدث عن عبد الصليهم، عبد الفتاح عسيري، عن 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 أكثر من اسم محلي متميزين جدا. ولو ذهبوا اليوم لما نقول مين أفضل فريق عناصريا على مستوى أجانب ومحليين نقول الهلال. هؤلاء اللاعبين لو ذهبوا إلى الهلال في هذا التوقيت راح يلاقون لهم مراكز، راح ممكن يشاركون أساسيين ضمن الحداج. على نفس الشيء الظهير الكوري سواء أو حتى اللي أنا معجب فيه جدا جدا ويلعب الكرة بكل سلاسة وأناقة، ما شاء الله عليه، الأرجنتيني مارتينيز. ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، تخاف أنظله، أنا عيني باردة. إجمالا شوف، في ناس تقول يا أخي الهلال لعب مباريات ودية، يا أخي الهلال عسكر، يا أخي يا عبد الرحمن الحلافي امش، أنت ما تعرف، ما عندك خبرة. أنتم لازم تقرؤون ما بين السطور، ترى ما كل ما يعلم يقال. أنتم لازم تصيرون مكان عبد الرحمن، أوكي، ولا مكان القحطاني، ولا مكان الأجهزة الفنية والطبية في النادي حتى تعرفون التفاصيل. هل تعلم بأن اللاعب اللي مر في جائحة كورونا عودته للتدريبات والتحمل والقوة يجب أن تكون بشكل تدريجي؟ أنا ما أقدر عندي 20 لاعب أروح ألعب مباريات ودية. يا أخي صحة اللاعب هي الأساس، انسى تماماً، الله يخلي له هلا، انسى تماماً أنه يواصل في النصر ولا ما يواصل، صحته هي الأساس. أنا في موانع طبية تمنعني من أني أحط اللاعب تحت ضغط وجهد كروي. يعني حتى على فكرة سلمان الفرج، أنا كنت أتحدث مع واحد من الجهاز الطبي في الهلال، عملية عودته تحديداً هو تحديداً بعد كورونا أخذت يعني أطلع السلم حبة حبة، ما حتقدر دب يلا لعب مباراة ودية زي ما لعب الهلال قدام ضمك أو الباطن، والله ما أتذكر. لازم أنت، أنا ما أدافع عن النصر، اللي أبغى أقوله عشان أختم يصير حبيبنا أبو نايف وأبو منصور يأخذون المساحة. النصر في مباراة الديربي الماضية أنا على المستوى الشخصي فاجأني، كنت أتوقع أقل من هذا العطاء بكثير، وتحديدا في الشوط الأول كان في إمتاع وفي إبداع وفيه. ولو أتوقع، أنا أتوقع لو معنى ما تنفع كلمة لو، لكن لو كويس اللي هو وش اللي كويس، انا ما تنفع لو فيتوريا بادي في حمد الله، اوكي، لو في راس حربه فعلي رقم 9 صندوق على الوضعيه اللي فرضها النصر في الشوط الاول كان ممكن انه ذيك المباراه خطف نقاطها. اجمالا نتمنى ان يكون النصر في كامل عافيته وجاهزيته، ونفس الشيء ينطبق على الهلال حتى نستمتع وتستمتع انت وضيوفك ان شاء الله بكره ان شاء الله. ابو نايف، شوف ابو شديد، احنا اغلب انا اشوف اتابع الرصد الجماهيري والاعلامي حتى من في الاعلام كله قبل مباراه
قبل مباراة الدوري كان الكل مؤمن أو ميقن أن الهلال هو اللي بيفوز. في المباراة هذه الكل الأغلبية تقريبا إلا يعني تقريبا يمكن 60% إلى 40% أن النصر ممكن يفوز، وفي ناس مرة مصدقة أنه ممكن يفوز. بناء على إيش الكلام هذا ممكن يفوز؟ بناء على المباراة الأخيرة اللي قدم فيها النصر مباراة جميلة. خلنا نقول طيب إحنا نتكلم على فريق ناقص، فريق مدافع مثلا زي مايكون ما تمرن إلى تمرين واحد، فريق حمد الله ما لعب مباراة أغلب الجولة، فريق خلال الخمس جولات اللي راحت اللاعب الوحيد اللي لعب جميع المباريات لاعب واحد لو بران جوز. فلذلك أنا بالنسبة لي طبعا لما تلقى مدرب بالنقص هذا كله عنده يطلع لك فريق ثقيل داخل الملعب، فريق شخصية، فريق مسيطر، بتأكد أنه مدرب كويس في النهاية. أنا ما جيت أتكلم على الأمور الفنية، ولكن المباراة هذه بصراحة هل النصر بيصير في جاهزية لاعبينها الآن لأنهم جابوا ممرن جديد لهم، هل بيجهزهم ويستطيع أن يجهز المباراة هذه من الناحية البدنية، ولا إحنا عارفين أنهم من الناحية الفنية لا يعاليها عليهم؟ يعني ما في كواليتي عندهم عالي جدا، ولكن إحنا في الفريقين كلها التنافس راح يكون في البدني، التنافس برضو راح يكون في التركيز والنفسي. لذلك أنا أتصور لما تشوف المعسكرين نادي النصر بيعتبر المباراة هذه بالتركيز حقه بالدوافع اللي عنده أكون أو لا أكون. لذلك هو أغلب الجمهور النصراوي، أغلب المتابعين سيفكرون فيما بعد المباراة وش راح يصير وضع النصر بعد المباراة. في ناس قاعدة تقول حرام ينهار الحلم بسبب مباراة، اللي هو يقول حلم تكوين فريق فجأة كذا. إحنا دائما ننسى اللي قاعدين نقوله، نتكلم عن الاستقرار الفني، الاستقرار الإداري، العناصر، المدرب، يجب أن المدرب يستمر، ولكن في لحظة عاطفية شيل وجيب على طول، زي ما يقولون شل حط، نقعد نبدأ ونهد ونبدأ من المربع الأول. الفرق الكبيرة هي اللي عندها خطة تستمر عليها هي من مدربها. احنا شايفين أقرب مثال ليفربول، بداية الموسم أخذ 6 أو 7 من استون فيلا، الآن هو المتصدر. تخيل لو أن عندنا وش بيصير على كلوب. فلذلك هذه نماذج صغيرة. احنا نجي نجلس على الطاولة هذه ونضرب الأمثلة هذه وتلاقي أي مشجع أصلا يتكلم زي الكلام اللي أنا أقوله وأفضل مني، ولكن في اللحظة العاطفية هنا يبدأ الإداري ويبدأ القائد ويبدأ المدرب. لذلك أعرف أحد بالفريق احنا نقول هي إدارة الفريق، هي الجهاز الفني، هي اللي تخطط ردود الأفعال. هذه هي ممكن هي تمتصها بأي طريقة. احنا نقول المباراة هذه أنا من وجهة نظر خاصة راح يتعمق، يعني يصير فيها العامل النفسي مهم جدا، التركيز برضه مهم جدا، العامل البدني أكيد. احنا نشوف كرة مايكون اللي سبب فيها البلنتي ممكن تفكيره هو صحيح، ولكن ما قدر لأنه غير جاهز بدنيا. لذلك الجزء من الثاني هذه سببت البلنتي، سببت ضربة الجزاء هذه. تتذكر برضه بعد النصر بعد ما رجع، يتذكر يمكن النصراويين أكثر، في ضربتين الجزاء اللي سواها بيتروس أمام الهلال وأمام الاتحاد كلها ضعف بدني، خلته القرار عنده يتأخر، خلته ما التوقيت الصحيح ما يصير يعني جاهز فيها. برضو أغلب المباريات اللي لعب فيها النصر تلاقيه مسيطر، ولكن من ضمن أخطاء فردية. مباراة الشباب هدف الأجامي سبب بلنتي في آخر الدقائق ممكن يطلع بالتعادل. المباراة الأخيرة نقول إحنا ضربة جزاء كيف صارت وسوى العبيد، كل أخطاء فردية. لذلك المباراة هذه بصراحة الأغلبية من اللي في الشارع النصراوي يفكرون مثلا أنه أوكي في تركيز عالي، بس لا يكون فيه تسرع، يكون فيه زي ما يقولون تركيز بفعلا بخوف على الفريق. هي القضية إذا دخل أنت بتقابل فريق، ترى فكرة أنت هلا مو فريق سهل، فريق ثقيل ويعرف يمتصك يطلعك من مراكز، يبدأ على المرتدات، بيستغل الأخطاء هذه. هل الحماس اللي موجود في نادي النصر حماس خوف أو حماس فعلا تركيز، وكل واحد واقف على زي ما يقول مركز ومركز على مركزه. برضه من ضمن التجهيز الفني هذا، وهذا مهم جدا يا أبو شديد، من ضمن التهيئة النفسية أن المدرب يضع جميع الاحتمالات داخل المباراة. أنا ما أبغى اللاعب يتفاجأ، أنا أبغاه يفترض هو أن المدرب يضع خطة. إذا سجل هدف، إذا جاء فيه هدف، إذا انطرد منه لاعب، إذا اللاعب الفريق الخصم انطرد منه برضه لاعب،
إذا لاعب في مجموعة في لاعب انصاب عنده، لذلك كل الاحتمالات المدربين هذول أساس أنك تطمن اللاعب تضع له جميع احتمالات الدخل، ما يخلي مجال للصدفة. على العموم المباراة هذه إذا دخل فيها نادي النصر بسرعة وبدون تسرع ممكن يكسب المباراة هذه، ولكن إذا دخل فيها الحماس غلب على تفكير اللاعبين ممكن يخسر، لأنك عند فريق ما راح يعني يغلط في المباراة مرتين. أبو منصور، فنيا النصر والله مش جيد، كان يعني بتكلم من خاصة من جانب فيتوريا كان في عتب كبير على فيتوريا إنه الفريق ما بيقدم نفسه بصورة جيدة، ويعني خسائر في بداية الدوري، أو خلينا نأخذها بالمنطق زي ما يقولوا، جيب لي فريق في الدوري الآن من بعد الأسبوع نتكلم عنده غيابات بالجملة زي فريق النصر، يمكن فريق واحد فقط اللي هو التعاون لما لعب أمام الاتحاد في جدة، لكن هل فريق النصر اكتملت العناصر كلها في مباراة واحدة؟ أعتقد لا. حتى المباراة نتكلم المباراة اللي كان فيها حالات جدلية كثيرة اللي هي أمام الشباب كان في غيابات كثيرة بالنسبة لفريق النصراوي، وكان فريق النصراوي على أعلى مستوى. نجي لمباراة الهلال الأخيرة، الفريق النصراوي للمعلومية الشوط الأول لعب بدون رأس حربة، الشوط الأول بدون رأس حربة، كان أحيانا نشوف مارتينيز أحيانا نشوف الغنام في بعض اللحظات، بشكل عام ما كان الفريق عنده رأس حربة في الشوط الأول، لكن رغم ذلك أعتقد فريق النصر الشوط الأول فنيا كان أفضل من الشوط الثاني. بشكل عام العتب اللي كان من ناحية فيتوريا، أنا بالنسبة لي أعتقد فيتوريا من أفضل المدربين لأنه حقيقة مقدم لنا فريق ممتاز، لكن الظروف الكثيرة اللي بتحيط للفريق ما ساعدته، تجعل العناصر بنتكلم على العناصر بأخذها يعني كل خط على حدة. نتكلم على خط الدفاع، عودة مادو زي ما سمعنا أعتقد حتكون إضافة للفريق النصراوي، سلطان الغنام زي ما تكلمت أنا على الأظهرة في الفريق الهلالي أعتقد سلطان الغنام من أفضل الأظهرة في الدوري السعودي، يعني إذا ما لعب البريك أو تحتار بينه وبين البريك حقيقة لاعب مميز ما شاء الله على أعلى مستوى. بالنسبة للكوري أعتقد للآن ما ظهر بشكل كبير. وسط النصر أعتقد نصر عنده وسط مميز، عنده لاعبين على أعلى مستوى، تتكلم الغنام حقيقة ما شاء الله يعني فنيات كبيرة، الصليهم من يوم ما شفناه في الآسيوية حقيقة وهو أثبت نفسه من أفضل اللاعبين وصفقة جدا رابحة، حمد الله لو لعب أعتقد يعني حيكون هو يعني الهداف المميز زي ما بنشوفه دائما، حيكون الإضافة واللاعب اللي كان ينقص الفريق النصراوي في مباراة الهلال الماضية. فنيا أعتقد النصر لو كان كل العناصر مكتملين يعني أعتقد ما هي سهلة ما هي صعبة عفوا بالنسبة للفريق الهلالي، الفريقين إمكانيات جدا كبيرة، فريق النصر لو اكتمل أعتقد في لحظات كثيرة يكون مستواه حقيقة عالي جدا. طيب عشنا مع الهلال عيش مع النصر فاصل قصير وانتم بنعود. Mm-hmm.
حياكم الله من جديد. ماجد وجدي عبد العزيز السويد مناف بشكير هم ضيوف هذه الحلقة، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذا الجزء. كافة النهائيات التي جمعت النصر والهلال طوال تاريخهم في كافة البطولات نتابع. يحمل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي سيجمع الهلال بالنصر مساء السبت الرقم 12 في تاريخ لقاءات الفريقين في مختلف المسابقات، حيث سبق وأن تقابل قطباء الوسطى في 11 مباراة نهائية سابقة كان التفوق فيها لمصلحة النصر في 6 مناسبات، بينما كسب الهلال 5 مواجهات أخرى. البداية كانت في نهائي الدوري التصنيفي عام 1975، وكسب النصر اللقاء بثلاثة أهداف لهدف. ثم عاد النصر ليكرر تفوقه على غريمه التقليدي الهلال، وذلك في نهائي كأس الملك عام 1981 عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف. وفي عام 1987 تقابل الفريقان على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن النصر من حسم المباراة بهدف دون رد. وفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 1989 حقق الهلال البطولة على حساب شقيقه النصر بثلاثة أهداف نظيفة، وعاد النصر للتفوق مرة أخرى على الهلال عندما أنهى اللقاء الذي جمعهما على نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين عام 1995 بثلاثة أهداف لهدف. وتغلب الهلال على النصر في نهائي كأس الأندية العربية 11 لأبطال الكؤوس عام 2000 بهدفين لهدف، ثم كسب النصر نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2007 على حساب الهلال بهدفين لهدف. وفي عام 2013 التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد، ويومها حسم الهلال المباراة النهائية بضربات الترجيح بأربعة أهداف لهدفين بعد انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله. وفي الموسم التالي تقابل الفريقان مرة أخرى على نهائي كأس ولي العهد، وكسب النصر اللقاء بهدفين لهدف. والتقى الفريقان أيضا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015، واستطاع الهلال حسم المواجهة بضربات الترجيح بسبعة أهداف لستة بعد نهاية الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لمثله. وكانت آخر مباراة نهائية جمعت الفريقين كانت على كأس السوبر، وانتهت لمصلحة الهلال بهدف دون رد. نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة. ماجد ويجري عبد العزيز السويد بنافة وشكير هم ضيوف هذه الحلقة، ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا. اليوم الشباب يعتلي سلم الترتيب بعد انتصار على ضمك بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. قلب الشباب تأخره بهدف أمام ضمك للانتصار بهدفين
في اللقاء الذي شهده ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشوط الأول شهد أفضلية شبابية ومحاولات هجومية مكثفة عبر التسديد من خارج 18، ولكن يقظت مصطفى زغبة حرمة بانيجا من هز شباك الضيوف في مناسبتين. وفي غمرة السيطرة الشبابية يفاجئ ضمك أصحاب الأرض بهدف التقدم بعد عرضية من محمد محسن ورأسية رائعة من إبراهيم شنياحي. يعود الشباب للقاء ويتمكن نواف العبد من إدراك التعادل بعد تسديدة يسارية رائعة من خارج 18. في معقل الليوث ومن خطأ في الجهة اليمنى أنقذ مصطفى زغبة فريقه ضمك من هدف آخر كاد أن يتحقق بعد محاولة من نواف العبد. استمرت الأفضلية الشبابية في الشوط الثاني وسط مناوشات لضمك لم يكتب لها النجاح. عرضية من نواف العابد يتمكن مصطفى زغبة من تخليصها قبل أن تصل للأرجنتيني جوانكا. ومن هجمة شبابية يرسل عبدالله الحمدان عرضية يغمزها تركي العمار بيسراه هدفا شبابيا ثانيا. وصل الشباب عن طريق عمار الشباب. حاول الليوث إضافة هدف ثالث لكن رأسية عبدالله الحمدان لم تكن بالشكل المطلوب، لتنتهي المباراة بعد ذلك بتفوق الشباب وبلوغه النقطة 14 في الصدارة مؤقتا، بينما لا زال ضمك في قاع الترتيب بنقطة واحدة. مبروك لي الشبابيين الصدارة بعد هذا الانتصار، والحمد لله على سلامة مدرب ضمك نور الدين بن زكري بعد الوعكة الصحية اللي مر فيها خلال المباراة. سلامتك يا كابتن، ما تشوف شر إن شاء الله. نروح المباراة الثانية للاتحاد والقادسية. مبروك للاتحاديين انتصارهم على القادسية بهدف وحيد. نتابع. تغلب الاتحاد على ضيفه القادسية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد الجوهرة المشعة بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الشوط الأول بدأ بتهديد قدساوي عبر ستانلي وبراء من جروهي في التصدي للكرة وإلى ضربة زاوية. تهديد آخر برأسية فيتاس تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الاتحاد. ومن كرة متبادلة بين جاري رودريغز وعبد العزيز البيشي يسددها رودريغز ويتغير اتجاهها لتأخذ طريقها لمرمى فيصل المسرحي هدفا أول للعميد. ما أجمل ليالي العميد، ما أجمل ليالي الاتحاد أن تعود بهذه الصورة، بهذه الصورة ليلة من ليالي. يحاول القادسية التعديل قبل نهاية الشوط الأول فيرسل الروماني نهاية يسارية قوية ترتطم بالعارضة وإلى خارج المرمى. في الشوط الثاني ضغط القادسية بحثاً عن هدف التعادل، خطأ من خارج خط 18 ينفذها ميهاي ولكن بجوار القائم الأيمن. رأسية مذهلة من فيتاس تتصدى لها العارضة الاتحادية ومن خلفها القائم الأيمن حارمة القادسية من هدف التعادل. ومرة أخرى يتصدى القائم الاتحادي الأيمن لكرة قادمة من تسديدة وليد الشنقيطي، ليعلن بعد ذلك حكم اللقاء خالد الطريس نهايتها بفوز الاتحاد وبلوغه النقطة 9 في المركز السادس، بينما بقي القادسية على نقاطه 7 وتراجع للمرتبة 10. وصلنا لختام الحلقة، شكرا ماجد تويجري، شكرا بوشكير، شكرا مناف بوشكير، وشكرا للعزيز عبد العزيز سويد، كلكم كذا أعزاء بلا شك. في الختام ما ننسى نبارك لكل الجماهير الأهلاوية الأهلي المصري بحصولهم على لقب دوري أبطال أفريقيا، ألف مبروك لكل جماهير الأهلي المصري العريضة في كل مكان. بكرة إن شاء الله موعدنا، وهارد لك للزمالك بلا شك، فريق كبير وشعبيته كبيرة. وصلنا للختام، بكرة إن شاء الله عندنا استوديو تحليل الساعة 7 وتغطية خاصة لنهاية كأس خادم الحرمين الشريفين، وعندنا إن شاء الله موعدنا المعتاد 11:30 في كورة. في أمان الله.